نحن نتمنى أن يعني لا يستغلون كمسوغ لتحقيق مآرب الأمريكان. الأمريكان لا يريدون البحث عن أسلحة الدمار الشامل، هم يعرفون يقينا لا يوجد هذا، ولكن يريدون مسوغ للعدوان باسم قرار مجلس الأمن ومجلس الأمن. نأمل أن لا يكونوا أداة في هذا. ليس على ما يرام كيف ماذا يريد المفتشين. جو وبعد ما اشتكوا وهم من صنعاء وصنع أربابه، فليس ما يرام كيف هو اللي يرام. خلي أيضا يحدده وأيضا يطرح على مجلس الأمن يصدرون قرار كيف يكون مرام القرار، حتى في تفاصيل كيف يعملون. ويعمل وهو واضح in the player report. هذا artillery pieces with a range of between 50 and one thing extremely trivial. May I interview you briefly for the BBC? Yes. Thank you. Was he defiant? Well, I don't know what kind of call it defiant, but that you can say he understands the problem and is ready, very ready indeed, to lead his people in this. He wants peace, but he will not surrender.